مركان مقال كمري إنه كون قل أسكري أنا كوريس تكتئ وكل هذا إسبار محاطة هاي أنت صوت جب متسي وصمر باور كان يدك كان سي وصمرين وعبي اسمه ولا ما وكان يفضي إلى مركز مرك وقرح أسلع يعني كمركز أجي هيدا كتجا ماشان حافظ دي دمر كتجا وقرحي قبل ما غلي قد قدام فيري برتها إن كتجا وميد وده بالقيان يعني أركي أرين مرقولة هي هيد لا بينك أنا حارينا إماض إلى إجي على لقطتك كل أنت إلى ونحرس وما دي كلها وعمل إلى يا بوكسيو هدي دولة دولة بين دولة ملاي شو جاي ملاي تاني ولا يغنى لكن حب تان إنه وحبك ما قبص إنه وحبك ما قبص إنه وحبك ما حلي أنا قاعد أنا عند نيرو سومالي ما أنت لقى بالله وحد يارونا أنا قرقة أنا قربك كشنو نفل عارية تهين قبل قبل ذي وحمر السنين تقف في لبقف قصور دو ماذن قف في لبقف نوالج قد بايا شباب ودا ماذي واد لسعتي ماشان وحي كدعي سامينتا إيو أن إذا حمادي كده عدي ما أنت دب أي أتمد أو بنا بحن صباحن أي كسوق يبقى شيء حيك هذا دين تاي بالدرين والله بلا تلا أدي أت أدي أدي حنوب بدسي وحاي يكسو حتى قرحة طار صوب بقى حنوب بطناي قرحة هراء هبين كي جمع دتك ولا عليك وباب أين دتك أسمرك وحيرة وعن ملك استوى فرحة إن نهور استعجل لكن مركز استبي نهور استعج إن نهور استعجل أنا كان مكعبسنا إنه ودن كان أنا أسكله وأقول لمن هنا حدث كأس الحاسوقي برا أنا كان بسوي حكته مركا وحار ودولة سومال وحوش شيء من حمينا حشم محمود إنه الشعب ك معنا الدولة وح ما قبكرته الشعب كنا وح قبطان يو ولا لهن وما دي لا إن إلى أون حارس هتر وال لمن آيا دتك وال لمن آيا وما ديس لا دتك أسوال ليس دتك همين كس معنا إلهي حقو ساعدوا ده صور دماتي مركا وحان دي لا عدوا جاهلس كقبته ميل جوا بالس كقبته عيد قال على قرب استاجو أيام تاسر رجيلان والله أصحابي مجرى سامو عقوية طول عليه واي قف ما أنت أقارن ترى بدن وكل أنت مم مقلين لكن دتك أسكر دتك يا بين كسكر من أول عليه واي أي كم أنت كحن والله بيك ما سيح ما أنت نو أوينا والله مرك إلهي وحبر أنا كده وعمان إنه إلهي عافية دتك كل أنت إنه إلهي ونحرسته تاسع رجينا سوماليا إن عدو كستو يما هذا الإسكالي وفي عنتا شباب نحوق هذا يملان وحوق هذا يملان سكتاف دتك سوماليا دوكو بابا آيانو ودده والله بلا بينك ما سيعنا بينك سأنا بحارو إنا إماضو إلا إيقع إلا لاك دتك كل انت إلا ونحارس ومدي كل داو عمان إلا يا بوكسيو ومدي ديقلان هيا سوحا ورجينا ولا عليهن إني وحو غشوان وقرقاران ودتك استالة جيفان حتى إن الله تقول وصوب بوقدو كو انت بودة كليا حتى إيا معنا سامينين ما استالة لآدو وعلو غصوشو oo macna la kar qabto taas arjeena insha Allah maanta subax ayaa halkan la isugu yimid qayb ayaa ka tahay dadka halkan yimaaday bal maxay kaaga dhigantahay maxay sa tahay fariinta aad wado oo aad lan yarada iyo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed aad dirin waxaan wada subax weey meeshan waa xeebti Soomaaliya ee Muqdisho macnaha dawlad iyo shabaab minna maaha macnaha shacab Soomaaliyeed ayaa iskaga soo baxa iskaga soo dalxiistaga wax liba shida ka tagin maanuba in dad lagu laayo saas ilaa xaqis maaha waa in la gadaaya dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ee xeebtooda iskaga maashaaliya iska wareegay jooga waa in laga lixdo ummadda ilaahay dhibka meeshan maanuba lagu baabi'inayo waa dhibaato haddii dawladda baan dawladda meelay jooga meelay taagan wal yaqaan laakiin xeebtan cidna waxba kama gabsan cidna waxba kama gabsan cidna wax kama halin laakiin aad baan ugu xunnahay inta limatana aad u naxariisto hadka bacdina waxa weeye ilaaba wax ka qaban karo ma aadana wax kama qaban karo dadka Soomaali waxaan ku dadaalmaya dalkiina iyo dadkiina dhista dalkiina iyo dadkiina intaba dhista wax aad iyo aad u fool xun ka dhacay إلى مركز مركز وقرحة سلعة يعني كمركز أجي هيدا كتجا ماشان حافظ دي مركز تجا وقرحة قبل ما غلي قد قدام فيري برتها إن كتجا وميد وده بالقيان أركي أرين مرقولة هي هي أنت اللي متنا الله ونحرزته أنت سني الله واحد مداب لا هي أمر كيس واحد مداب مركز اللي يريبه اللي ده السجوي ما ذوق لا تكون كقولك حيوك بدون وهاي si aad iyo aad loo buuxay meesha dhagax ku tuurto qof mooyaan kuma dhicin meel banaan kuma dhicin ilaahay amarkiisa intii ku dhimatan ilaahay ugu naxariisto wax kale oo aan ka sheegna hadda ma jirto
وحبذا ها ضد بدن أصحابتي إذا كجروا عيال شنغاني لا أن ريشنغاني أنا هاي والريشنغاني يقولوا جري الحمد لله أدي هذا نقول نحو الله بالله تلا وكم رجوله هرت دولت يكون عندك هرت عاوز اسمه دام وكان يفضي جكبون تهات مركان مقال كمري إنه كون قل أسكري أنا كوريس تكتوي وكل هذا إصبار محاطة هاي أنت صوت جكبون تسي أصومر باور كان يدك كان سي أصومرين وعاوز اسمه دام وكان يفضي وكاسان لا لازم وح الله يا ملا للسوق إيمانا إسكي إلى ليه دت كان لبضان ملو هرتنك وكر حد هيو لحد ويانا كل آنين نيو والبو قنير الصعدة إسكن نقضوا قنديس هاو الصعدة ويوسف بلشو صور لحقلين وان قبابه ويا ودينا عنا مجرنو ودينا عنا مجرنو وحن كل منينا ولا بلحد ودي دت كان نواكينا نرجع نواكينا يعني دول الدين وفوضيني انتين كنا ولا نمركا وحن قبابه الناس قد تكنا بطلكا وكاسا هذا مو والله رونا أنت آدي آدي النص ما يسي حقيقة مركز لقاه الله دبعتنا ما أنت هبينك دع إلا حد رونا أنت مسك هذا نسيت هذا مشي كنا سبب توعتها دت كل لا يلا حسوق دل يرى أن أقون الله إنه هو دل يرى أن أنا أقون الله إنه أن كانوا من قال ده أن يبلش ده وحي كل إنسانين أي أحيان مركز رونا أنت آدي النص تابطي marka anaga hadana aan dhalinyaro Soomaaliyeed maanta laga bilaaw waxa diyaar u nahay inaan qorigeena garab ka gashano inaan dagaalka qayb ka noqono horaba anagu ugu jirnay laakiin maanta waa in laba laba jubaara shacabka hadda maanta isku soo baxay halkan mid kalena ugu soo gobolka Banaadir ama Soomaaliya cid ayna saameen male dhibaatooyinka meeshaan ka dhacay ugu yaraan hadii aan familkaaga ay ku dhicin ninaan taqaano ay saaxiibtiina meeshaan ku dhintay marka dhibaatooyinka ka dhacday waa ogtiin dadka arxandarada loo geystay marka waxaan rajaynayaa insha Allah taala saxaafada idan runaantii sidee mar walba ugu taagantaa inay u tabiso shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyada iyo xaaladaha meeshay maraan waadan kaga mahadcelinaa sida uu qayb qaateen anagana waxaan diyaar u nahay dhalinyaro Soomaaliyeed aanahay inaan karfanteena madaxa ku xirano dagaalkan aan qayb ka noqono Soomaaliyeed waxa is weydiinayaa markasta ay musiibo ay dhacdo abaabul ay sameysaa dawladda dhalinyarada ayaa la abaabula abaabulkan muxuu ficil isugu bedeli lahaa oo arintan soo noqnoqonaysa looga hortagi lahaa su'aalahaas waa maasantahay runaantii horta ficil waa loo bedelayaa oo hoosheeda baa lagu jiraa waxaan ognahay qawaarirti in gobolado dhan laga soo sifeeyay waxaan ognahay qawaarirti in jabkii weynaa oo kismaayo oo kul dhaca Jubaland ayagoo markii naf lacaari ah markii runaantii qawaarirta markii dhibaato loo geysto meesha kaliya ee qabsadaan waa gobolka Banaadir xaqiiqda markii laad meel kale dadku arkay ma leh bulshada gobolka Banaadir oo aaminsaneyd in jawi nabdoon ku jiraan ay dhibaatoas u geysteen marka ficilna looga jawaabi doonaa annagana waxa rajaynaynaa daana dhalinyarada Soomaaliya inaan isku soo baxdo ma jiri doonin oo aan dagaalka qayb ka noqono insha Allah taala magacaygu waa Haboon Maxamuud Axmed waxaan ku hadlayaa afka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta sida u jeedaan waxaan taaganahay Liido oo ay laba habeen ka hor ka dhacday musiibadii qawaarishta ay ku laayeen walaalaheen Soomaaliyeed waxaan leenahay maanta inaan u dirno baaq hadaanahay dhalinyarada Soomaaliyeed qawaarishta waxaan leenahay nafla caari ah tihiin gabagabadii waxa maraysaan inaad qof iyo laba qof ku soo dhumaadaan qof iyo laba qofna waa laga gudbayaa shabaab uu dhamaaday dalka waxa u kacay dowlad dadkeeda iyo dalkeeda inay ka badbaadiso rabti qawaarij waxay ku baaqday inay qawaarijta la dhameystiro haddana dhalinyarada Soomaaliyeedna dowladeena garab taaganahay dhalinyarada maanta maalinta ay hurdi jireen ama ay cabsan jireen ama la cabsan gelin jiray way ka baxeen waxaad ka arki kartaan maanta waxaan taaganahay Eliid waxaan fariin ugu direynaa qawaarij qawaarij waxaa leenahay dalka meel walba aad ka joogtiin waxaa tihiin nafla caari waa idin ogna manana cabsi geli kartiin meel kasta god walba aad gashaan waa idin kaga daba imaaneynaa maxay aheeto dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ku faraxsan tahay in madaxweynahooda Soomaaliyeed uu ku baaqay dagaal uusan joogeyn in xafiiska uu furmaha taagan yahay annagana waxay noo noqotay dhiirigelin waa garab taagannahay birmada Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne waxaan leenahay jir ee joog meel kasta god walba ay galaan qawaarij oo ka dabagalaysidna dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa kaaga horeyso garanweygana annaga soo qabanayno waxaa ku leenahay jir oo joog halgankana meeshiisa ka sii wad qawaarij way baaba'day waana dhameystiraynaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan leenahay ha idin ahaato tusaale iyo maxay aheeto
محيطو إن مانتي دكي أي برارجين شلي دنيرة ماشان كلايسن مانتي دنيرة إسلاميشي باق دين كيسو دريس تاسو حيدين تسيسا إنو دمير كينا نولي هاي دكي سوماليادنا أي ود سو ود جيدان وحنا نجمع قادسين إن شاء الله بإذن الله الكريم.